فعلا شيء جميل ولطيف، كلها رسومات حلوة ولوحات، بيكاسو، رامبرانت، دوفايا، مو مثل عنا بالمديرية كلها صور حيوانات. آخ شيء بيضوج. وليه حمزة؟ تتهنى على الروم نمبر 7. الحمد لله على السلامة يا دكتور. أهلين حمزة، ليش معذب حالك؟ شو هاد؟ والله هذا فلافل اشتهيت لك يوم، بعرفك بتحب الفلافل، جبت لك 3، واحدة ما فيها خس وواحدة بلا خس وواحدة أصريت عليه وما خليته يحط لها خس. يسلموا إيديك، ليش معذب حالك؟ إيه ما بتتخيل قديش انزعجت عليك يا دكتور. المهم هلا طمني، شو قالوا الدكاترة؟ لا ما في شيء، شوية فحوصات واستشارات. يا سيدي الأعمار بيد الله، صدقني إنه لا الدكاترة ولا غير الدكاترة بيجيبوا نتيجة. إذا الله بدي أخذ أجلك يعني بدي أخده. إن شاء الله أجلك اللي بيجي تضرب شو بتعرف تحكي. المهم هلا شو أخبار الشغل؟ لساتة على حطة إيدك، بس المدير العام طلب مني إنه أقعد محلك. أنا ما رضيت أقعد محلك، قلت له طالما هو عايش أنا ما بقعد محله لحتى الله ياخذ أمانته ويزحل هو، بزحل أنا وبقعد محله، وناطرين يا رب لنشوف شو الله بيفرج. إن شاء الله بتصحط وبتجي على خندق رقبتك. روح من خلتي حمزة، روح تضرب أنت وهالزيارة، روح ما بدي شوفك. لا تبقى تعصب كتير يا حوينت الفلافل فيك، وخصوصا اللي بلا خس واللي ما فيها خس واللي ما رضيت تحصل لها خس.